في تبوك الورد يشاركنا الشاعر محمد بن سليمان العنزي بقصيدة الطيور في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. اليوم الوطني من الايام اللي نحرص عليها وتبوك لا حق علينا. اولا اشكر جمعيه الثقافه والفنون برئاسه الاستاذ ماجد العنزي على حرصه ودعوه الجميع واهل تبوك شعراء رسامين فنانين وهذا يحسب للجميع. أبيات سمو سيدي ولي العهد جديدة أقول فيها لطويق قمة وانت لطويق قمة لطويق قمة وانت لطويق قمة شبيت في رأس الطموحات نارك إمام شعبك يا وريث الأئمة في مثل هم الوقت صانع قرارك سلم على اللي كلفك بالمهمة سلمان سيدنا وسيع المدارك واللي يخون الدار مهدور دمه ثبت بنا يا سيد الدار دارك ثبت بنا يا سيد الدار دارك وسلامتك.